صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو ليه الاهلي ما يشتريش فينسنت ابو بكر بتاع النصر ده؟ كريستيانو رونالدو راح وهم خلاص كده قرروا ان هم يمشوه، ليه ما نشتريهوش؟ اولا الجملة اللي بقت طالعة ورنانة قوي، ايه يا بيبو، ايه يا اهلي، ده احنا اكبر ميزانية في تاريخ النادي، ده 3 مليار. واحدة واحدة عشان محدش يضحك علينا. بس هو الفكرة انه لما بيقول لك احنا معانا اكبر ميزانية في تاريخ النادي اللي هي 3 مليار جنيه و87 مليون اعتقد، يعني ده الميزانية دي اللي هي طلعت في 30/6/2022 السنة اللي فاتت دي، هل ده معناه ان النادي الاهلي المصري في ايده كاش 3 مليار و87 مليون؟ لا يا جماعة، صباح الخير. لا، الميزانية دي بيكون داخل فيها كل اصول النادي، كل حاجة في النادي الاهلي، الكراسي دي محطوطة، الملعب، النجيلة، أسعار اللاعبين وقيمتهم، كل حاجة من أول البوابة لغاية مرتب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والنشاطات، موال كبير أوي أوي. فدي الجملة اللي ما ينفعش تتزن على الودان ونبلعها ونمشي وراها. مش معنى إن أنا عندي ميزانية كبيرة ده معناه إن أنا عندي السيولة دي والفلوس دي كلها. أنا عايز أقول لك رقمين يخضوك، رقمين يخضوك. أنا هنا لا بدافع عن حد ولا بقطع في حد، انا هنا بشرح وبوضح. هديك رقمين بس من الميزانيه اللي بيتقال فيها انها الاكبر في تاريخ النادي. ميزانيه الكوره، ميزانيه لعبه الكوره بس في الفتره من 30/6/2021 ل 30/6/2022، يعني هي في السنه اللي طلعوا فيها الميزانيه، الاهلي دخل له من الكوره ايرادات 516 مليون، صرف كام؟ 714 مليون. يعني في خسارة في لعبة الكورة 198 مليون جنيه، 6 مليون يورو خسارة. ما تخليش الأرقام تسوحك، يعني ما حدش يقول لك ده لاعب جايب 17 جون في الموسم احنا يلا نجيبه، هتلاقي ال 17 جون من ضربات جزاء. فمش كل الأرقام بالنسبة لي بتتاخد زي ما هي، فصصها عشان تاخد من وراها اللي أنت عايزه. الرقم التاني اللي عايز أديهولك في الميزانية الأكبر في تاريخ النادي، دايما في صراع دائم أزلي، كان في ناس بتقترح فكرة ما تلغوا باقي الألعاب وتبقى كورة بس، وطبعا الرد قدامها كان بيقول احنا اسمنا النادي الأهلي للألعاب الرياضية مش النادي الأهلي لكرة القدم، وأنا مع الناس دي. يعني باقي الألعاب بيصرفوا كام يا جماعة؟ خليني أقول لك باقي الألعاب بعيدا عن الكورة بيحصلوا كام، يعني بيجي لنا من وراهم فلوس قد إيه؟ بيجي لنا من وراهم 59 مليون جنيه. صارفين كام بقى؟ صارفين 206 مليون. عندنا عجز في باقي الألعاب 147 مليون جنيه، يعني بالتقريب عجز الكورة والألعاب الأخرى 350 مليون جنيه بالمعدل، يزيدوا أو يقلوا عشان بس ما بجيبلكش الأرقام بالظبط، 350 مليون جنيه عجز. ولهذا تلاقي إدارة النادي الأهلي أيا كان اسمها، مين، خطيب محمود طاهر، حسن حمدي، أي حد، بيبقى كل قوتهم بتطلع في الفترة بتاعة عقد الرعاية، اللي بيجي لي هعصر دمه عشان اخد من وراه قرشين يساعدوني ان انا العجز اللي عندي والحواديت الكبيره دي كلها تستخبى. خلي بالك انا بقول لك الاهلي خسران 350 مليون جنيه في اللعبتين، في الكوره والالعاب التانيه، والاهلي واخد افريقيا مرتين وواصل للتالته وواصل 2 كاس عالم انديه وواخد دوري وكاس وسوبر مصري وسوبر افريقي، وهيصه هيصه، ولا عندك خلافات مع الدولة ولا عليك مديونية اللي فيه، لا 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 لا، ده أنا عايز أقول لك إن إحنا زي الفل زي الفل، وعندنا العجز ده في الألعاب دي. ففجأة تلاقي حد طالع يقول ما تجيبوا يا عم فينسنت أبو بكر، وأنتوا بتدفعوا حاجة من جيبكم. إحنا ما ندفعش حاجة من جيبنا، بس ما معناش أنا دلوقتي بشقى وبعيط عشان أروح أتكلم مع محمد مصلحي عشان يديني مروان عطية بالعافية بالعافية، ومش عارف أجيبه. انا دلوقتي بعيط عشان ادفع غرامه كهرباء اللي هي 2 مليون دولار ولا 2 مليون يورو، والدولار عمال ينط لغايه ما بقى 28 جنيه، هجيب منين؟ هنا اللي عايز اقوله تاني عشان بس الموضوع ما يتحولش لانه كلام اقتصادي، انا هنا بتكلم في حاجه ملهاش علاقه بمحاسب او ليها علاقه بواحد لازم يكون دارس اقتصاد، ده انا بكلمك بالبلدي كده، بيخش لي قد كده وبصرف قد كده. دي مش مسؤوليتنا انا عارف كجمهور، دي مسؤوليه اداره، عيشوا حياتكم هاف فن، انا ماليش دعوه، انا عاوز في الاول وفي الاخر الاهلي يكسب. بس اذا اردت شيئا اؤمر بالمستطاع عشان يجي لك. فينسنت ابو بكر ممكن تدخل دلوقتي على ترانسفير ماركت وتشوف سعره كام، هو سعره 5 مليون يورو، سعره كده.
طب هو في النصر يا جماعه كان بياخد كام؟ بياخد في الموسم بالمصري 174 مليون جنيه في الموسم، 174 مليون جنيه في الشهر، 14 مليون و500 الف جنيه في الشهر، 14 مليون و500 الف جنيه. فالناس طلعت تقول ايه يا عم مش لازم نشتريه، ما تجيبه عارة 6 شهور. 6 شهور يعني انت بتطلب ان انت تجيب راجل هياخد في 6 شهور 90 مليون جنيه، 87 بالظبط، 87 مليون جنيه في 6 شهور. منين وعشان ايه؟ فوق ده كله بقى، فوق ده كله في ناس قالت نجيبه نعمل بيه ايه، ده عنده 31 سنة. يا جماعة انا مش طالع اعصب حد ولا ضايق حد، بس هو الفكرة كلها احنا اغنى نادي فقير وافقر نادي غني. يعني انا من حيث التاريخ محدش قرب لي، انا فوق فوق واللي تحت محتاج اسانسير عشان يقرب مني مش عشان يوصل لي، فدي على جنب. لكن الكرة بقت فلوس، الكرة بقت فلوس، انت ما معكش الفلوس دي، فعلى قد لحافك مد رجليك. طيب في وجهة نظر تانية، يا عم انا مش بقول لك هات لي ابو بكر، انا بقول لك هات لي الكواليتي دي، مش لازم هو نفسه. حبيبي ما الكواليتي دي برضه بفلوس. انت رايح تشتري لاعب دلوقتي 19 سنه من النجم الساحلي في تونس بمليون وشويه، بمليون وشويه، عاوز تجيب منين الكواليتي دي بالمبالغ اللي على قد لحافك مد رجليك؟ ده انت يا راجل جبت اصلا من بتاع النجم الساحلي ده عشان ليك عندهم فلوس، عشان ليك عندهم فلوس. انا مش هقول لك ما بنصرفش، لا احنا صارفين، احنا جايبين برونو سافيو، وكنا بنتكلم دلوقتي على يعقوب بما يقارب ال 2 مليون عندنا. بس ان انت تطالب بكواليتي وخامه زي خامه فينسنت ابو بكر، لا ما تقوليش 2 مليون، مفيش حد هيعمل معاك كده. واعاره 6 شهور مفيش يا جماعه الكلام ده. انا لو انت بالتارجت ان انت عاوز تجيب لعيب عشان كاس العالم، ده بالنسبه لي تهريج. كاس العالم ده بالنسبه لي كان وسيظل وسيبقى بطوله وديه، بتعلي من قيمه الاهلي ماديا وبتشهره في العالم، لكن انا مش هبني الموسم بتاعي والسكواد بتاعي على ماتشين في كاس العالم. انا ممكن اشتري اللعيب ده عشان يلعب معايا في كاس العالم، يجي له شد قبل الماتش ما يلعبش، ممكن اجيبه ويلعب ودي اوف واخسر من اوكلاند سيتي اصلا. الحسبه هنا بالنسبه لي لازم ده بس يشتغل، لان اللي زي احمد الطيب بيفضل يرمي لك في كلام ويخش في عقول الناس وبنشربه وبنمشي وراه. خليني اكد لك على الرقمين تاني، لعبه الكوره في النادي الاهلي بتخسر. انا مش جايب الكلام ده من عندي، دي ارقام مطلعها النادي، ان النادي صارف 714 مليون جنيه على الكوره ومحصل من وراها 516، في عجز 198 مليون جنيه، 198 مليون جنيه، وانا واخد دوري وكاس وسوبر مصري وكاس عالم انديه مرتين وواصل نهائي دوري ابطال افريقيا 3 سنين ورا بعض على التوالي، وعندي العجز ده، عندي عجز في بقيه الالعاب 147 مليون جنيه. انا هنا طالع اطرح بس ما بقولش حاجه، فينسنت ابو بكر مش بتاعنا، مش عشان انا نادي قليل، انا الاهلي انا كبير الكوكب العربي غصب عن اي حد، بس مش اغناهم. والكوره ما بقتش تاريخ بس، الكوره فلوس. كريستيانو رونالدو رايح للنصر السعودي بنص مليار يورو، نص مليار. اعرف دول ما علينا مش عايز اعك، بس على العموم نص مليار. العائد من ورا اللي عمله النصر انه الحساب بتاعهم على انستجرام بعد ما كان 900 الف عدى ال 10 مليون في اسبوعين. الاهلي بجلاله قدره بعظمته بتاريخه بجمهوره بال 100 مليون اهلاوي اللي في مصر، 9 مليون من ساعه ما عملنا الاكونت، هم في 10 ايام 10 مليون 10 مليون. الكوره ما بقتش فهلوه، الكوره بزنس، الكوره صناعه، الكوره فلوس. اتمنى اكون اللي انا عاوز اقوله يكون وصل، وهنا ملوش اي علاقه بتقليلا من الاهلي، الاهلي كان وسيبقى وبامر الله الى الابد اعظمهم واكبرهم واهمهم على الاطلاق، لكن هي ما تحسبش كده، هي ما تحسبش كده. صباح الفل، وربنا يرزقنا باللي احسن من فينسنت ابو بكر 100 مره، لان الاهلي يستاهل الاحسن منه 100 مره. بس الايد قصيره والعين بصيره، وعلى قد لحافك مد رجليك، وامثله عظيمه يعني الناس اللي قالوها زمان ما كانوش بيهروا، كانوا بيتكلموا بجد يعني. صبحكم الله بالخير، وتشوفوا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ونشوف هنعمل ايه. الحمد لله على السلامة كريستو بالمناسبة، وخالد عبد الفتاح، وعقبال مروان عطية ان شاء الله. صباح الفل، شوفوا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم.